دكتور عبد الفتاح البلعمشي، لنقل بعد أكثر من 40 سنة على ترويج هذا الطرح الانفصالي وانحسار أفقه وأيضا انفراط عقد أولئك الذين كانوا من ورائه وكانوا يدعمونه، عشرات الدول سحبت اعترافها بذلك الكيان الوهمي، إلى ماذا يمكن أن ينتهي إليه تآكل البوليساريو؟ أعتقد بأن الأوضاع الاقتصادية في الجزائر هي مؤثر بشكل مباشر على مستقبل البوليساريو. الأوضاع كذلك الدولية في التفهم الدولي في طرحنا الوطني في حل نزاع الصحراء، وأيضا حينما يتعلق الأمر بتلك المساعدات التي كانت توجه إلى مخيمات الحمادة والتي كان يستغل في وقت سابق مثل هذه التصرفات وهذه المناورات وهذه الاستفزازات، الأمر لم يعد كما كان، سواء من حيث سخاء الجهات المانحة أو من حيث التفهم الدولي المتجدد لقضيتنا الوطنية الأولى. وبالتالي فالوضع الدولي والإقليمي والوضع الاقتصادي والمالي أيضا هو مؤثر فيما يتعلق بعزل هذه الحركة الانفصالية ومحاولة الخروج من هذا المأزق من خلال استرجاع بعض الأفكار التي ربما كانت تنطلي في السابق على الرأي العام الدولي وعلى بعض الدول التي اعترفت وسحبت الاعتراف فيما بعد، ولكن اليوم هناك كثير من الوضوح فيما يتعلق بالمكاسب التي يحققها المغرب وبالتطورات على الأرض، لا من ناحية التنمية ولا من ناحية حقوق الإنسان ولا من ناحية أيضا التوجد الإصلاحي الديمقراطي الذي يعيشه المغرب من خلال هذه المشاريع ومن خلال أيضا العملية السياسية والانتخابية للأقاليم الجنوبية. اليوم المغرب يمكن أيضا بالإضافة إلى كل ذلك أن يفتخر بالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن، على اعتبار أن مجلس الأمن اليوم أصبح واضحا في لغته وفي خطابه حينما يتحدث عن ضرورة المضي قدما في دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي من جهة، وأيضا في الإشادة أكثر من مرة بالتطورات وبالمشاركة الإيجابية التي يعبر عنها المغرب بالنسبة للأمم المتحدة لمساعدتها في حل وتسوية هذا النزاع. وبالتالي فهناك العديد من المكاسب في مقابل العديد من الإخفاقات، ونلاحظ كذلك في مرحلة جائحة كورونا والتي لابد من الوقوف عندها في هذه المرحلة التاريخية من العلاقات الدولية الراهنة، حينما كان المغرب يركز في كل مجهوداته على التعاون الدولي وعلى التعاون الإفريقي وعلى الحفاظ على شراكاته الدولية، كانت الجزائر وعلى صحة وسلامة مواطناته ومواطنيه، كانت الجزائر لا تفوت فرصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعوب في العالم كله إلا وتثير قضية الصحراء بشكل مستفيض في مجموعة من اللقاءات ومن المؤتمرات وحتى من الندوات الصحفية للرئيس الجزائري. وبالتالي فمن الواضح جدا أن المواجهة اليوم لا يمكن أن، أو مثل هذه الاستفزازات لا يمكن أن تثنينا على أن الخصم الحقيقي هو الجزائر، وعلى أن الحل الحقيقي هو حصريا بيد الأمم المتحدة، وأن تفهم الأمم المتحدة ويمضي في الاتجاه الصحيح. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الفتاح البلعمشي.